السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطبخة سهلة ومعاكم نشوى مجدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة جديدة بشكل جديد. هي كيكة تركية اسمها كيكة القبة، بيسموها القبة لأنها مدورة كده واخدة شكل القبة. إن شاء الله تعملها بطريقة سهلة وتعجبكم، خليكم معايا. هنا عندي في الخلاط هحط بيضتين وهضيف عليهم كوباية الا ربع من السكر وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، واضرب الخليط كويس لحد ما اللون يفتح معايا. بعد كده هضيف كوباية الا ربع من الزيت واضرب تاني لحد ما الخليط يتقل. وبعدين هضيف نص كوباية من الكاكاو الخام ومعاه معلقة كبيرة من النسكافيه. طبعا النسكافيه اختياري، لكن هو طعمه ما بيبانش بس بيظهر طعم الكاكاو قوي. واضرب تاني لحد ما الخليط يبقى زي العجين معاه. بعد كده هنزل عليه بكوباية مية سخنة مغلية. العجينة دي حلوة قوي، بتطلع زي الجاتوه. ادي الخليط بعد ما اتضرب، هضيف عليه كوباية ونص من الدقيق المنخول ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. واضرب بالمضرب كويس في اتجاه واحد. كيكة الكاكاو عموما بتحتاج مع البيكنج باودر بتحتاج بيكنج سودا علشان تنفش عندي، اما هنا انا مضفتش بيكنج سودا لاني مش محتاجاها تنفش، لاني انا كده كده هحشيها من النص. هنا عندي هحطها في صينية مدورة وفي فرن درجة حرارة 180، هياخد معايا 45 دقيقة. هنا بعد ما طلعت هفتحها وهسيبها لحد ما تبرد. هنا عندي هعمل الكريمة، عندي كوبايتين من الحليب، الكوباية 200 ملي، وهحط معلقة كبيرة من القشطة. هنا عندي معلقتين ونص كبار من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا وبضاية ومعلقة كبيرة من الفانيليا وسكر حسب الرغبة. الكريمة دي ممكن انت تضيفي اي حاجة متوفرة عندك، ممكن تحطي بدل كوبايتين الحليب كوباية حليب وكوباية كريمة، ممكن تحط لها حليب مكثف، ممكن لو عندك كيس كريم شانتيه بودرة ممكن تضيفيه على الكريمة دي. كل ما هتديها اكتر هتديكي طعم حلو قوي، لكن هنا انا عملتها بالاساس بتاعها. هنقلب كويس لحد ما الدقيق يدوب، وبعد كده هاخدها على النار برضو هفضل اقلب فيها لحد ما تتقل معايا. اول ما تتقل هحط عليها معلقة من الزبدة واطفي النار على طول. هنا عندي الكيك بتاعي هقسمها لاتنين، وبعدين هجيب بولة غويطة مدورة بالشكل ده، اي طبق غويط عندك بولة غويطة واخدة الشكل المدور، وهفرد فيها ورق التغليف البلاستيك بتاع الاكل. لو ما عندكيش ورق التغليف ده ممكن تفتحي كيس وتحطيه فوق البولة عادي قوي. بعد كده هظبط الكيس جوه البولة وبعدين هجيب النص اللي تحت بتاع الكيك واضغط بالراحة وادخله جوه البولة، وبعدين بالسكينة هشيل كل الأطراف الناشفة لأني هستخدمها بعد كده. بعد ما شلت كل الاطراف هجيب نص كوباية من الحليب وابدأ اسقي الكيك بالشكل ده علشان تكون طرية معايا وتاخد شكل البولة. بعد كده هحاول اضغط عليها بالمعلقة شوية مش جامد علشان تتشكل وتاخد الشكل المدور اللي انا عاوزاه.
بعدين هسيبها على جنب شوية لحد ما تتشرب كل الحليب. بعد ما تشرب الحليب هجيب الكريمة اللي انا عملتها واحطها في قلب الكيك، وحاول ان الكريمة ما تطلعش عن الاطراف علشان ما تطلعش مني برا الكيك. هفرد الكريمة بالشكل ده في الجزء اللي جوه بس. بعد كده هجيب نص الكيك التاني واضغط بالراحة، وحاول ادخل الاطراف علشان توصل لطرف الكيك التاني، واضغط بالراحة مش جامد علشان الكريمة ما تطلعش. لو اتكسرت معاكي وانتي بتضغطي مش مشكلة، هي كده كده هتتلم. بعد كده هبدأ اقفل عندي الكيس او الورق الموجود عندي، وبرضو اضغط بالراحة علشان الكيك تتشكل بالشكل المدور المطلوب. نضغط بالراحة، ما نضغطش جامد. بعد كده هدخلها التلاجة تقعد 3 أو 4 ساعات، وكل ما يزيد يكون احسن. يعني لو انت عايزاها بالليل ممكن تعمليها من الصبح. هنا عندي بعد ما خرجت من التلاجة افتح الكيس، وهقلبها في طبق التقديم. وادي عندي الكيك اخدت شكل القبة. هي كده خلصت خالص، لكن ممكن تزينيها بقى انتي وذوقك، او انتي والمتوفر عندك. انا هنا عملتها بكريم شانتي، ممكن تحطي فوقها اي صوص، صوص شوكولاتة بيضة، صوص شوكولاتة عادية، اي صوص عندك متوفر ممكن تحطي عليها، ممكن تقدميها كده عادي. هنا عندي بعد ما عملتها بالكريم شانتي هجيب اطراف الكيك اللي كنت شلتها طحنتها كويس، وابدأ ارشها على الجناب. وادي شكلها بعد ما اتزوقت، نشوف بقى شكلها من جوه. شكلها حلو قوي، والكريمه طعمها حلو قوي قوي قوي، وشكلها النهائي ان شاء الله يعجبكم. وبالهنا والشفا.